بقاش في الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر ناخد الأورطة والبرانشز بتاعنا إن شاء الله. أول حاجة لازم نعرف اللي هناخده النهاردة، هناخد أوفر فيو على الأورطة، نتكلم عن ثراسيك أورطة، ونتكلم عن أبدومين أورطة. ثراسيك أورطة نتكلم عن الكومبوننت أو الأجزاء بتاعته اللي هو الأسندنج والأرش والديسندنج، ونتكلم عن أبدومين أورطة وأهم برانشات بتاعته اللي هما السيلياك والسيوب ميزنتريك والإفير ميزنتريك والرينال أرتريكس. أول حاجة الأورطة، إحنا عارفين الأورطة بيبدأ من الأول الأورطيك فالف اللي هو بيبقى ليه كونكشن مع الليفت فنتركل، لغاية يفضل ماشي لغاية لما يوصل لغاية البايفوركيشن بتاع الأورطة لتحت عند الليفل بتاع حوالي الأربعة، راس يتقسم لاتنين كومن إيديت. بيبدأ بأسندنج وبعد كده أرش وبعد كده ديسندنج ثراسيك أورطة، وبعد كده أول ما يخش في الأبدومين عند الليفل بتاع الدايفرام حوالي عند الليفل بتاع تي 12 بيبدأ بأبدومينال أورطة. فده الأورطة بتاعنا بدايته عند الهارت ونهايته عند الفور فيرتيبري. طيب أول كومبوننت بتاعته أو أول بارت منه اللي هو الثراسيك أورطة، زي ما قلنا بنقسم الأورطة إلى جزئين، جزء موجود في الثوراك اسمه ثراسيك أورطة، وجزء موجود في الأبدومين اسمه أبدومينال أورطة. الثراسيك أورطة بيتقسم بعد كده إلى أسندنج وأرش وديسندنج. الثراسيك أورطة هو الجزء من الأورطة اللي بيبدأ من الليفت فنتركل من عند أورطيك فالف الثراسيك أورطة، وينتهي عند الليفل بتاع الدايفرام اللي هو عند الليفل بتاع تي 12. وزي ما قلنا أول جزء منه اسمه أسندنج أورطة، والأرش ده اسمه أرش أوف ذا أورطة، والجزء من أول نهاية الأرش لغاية الدايفرام ده اسمه ديسندنج ثراسيك أورطة. طيب أول حاجة الأسندنج أورطة بتاعنا، الأسندنج أورطة ده بيبدأ من الأورطيك فالف وبينتهي عند بداية الأورتيك أرش. بداية الأورتيك أرش بتاعتنا دي بتبقى عند الليفل بتاع الاسترنو كلافيكولار جانكشن، الجانكشن ما بين استرنو مانوبيرام جانكشن، الجانكشن ما بين الاسترنو والمانوبيرام نفسها، لو اسمه استرنو مانوبيرام انجل أو اللي هو بالظبط اللي هو الليفل بتاع تي حوالي تي 4. فأنا عندي الليفل بتاع تي 4 أو الليفل بتاع الاسترنو مانوبيرام انجل اللي هي الأنجل ما بين البادي بتاع الاسترنو والمانوبيرام استرناي، فده بيسموه ستيرنو مانوبريال انجل، هو ده نهايه الايه؟ نهايه الاسندنج اورطة. طيب الاسندنج اورطة بدايته اول جزء منه حاجه اسمها اورتوكروت. الاورتوكروت ده اللي هو بدايه الاسندنج اورطة. الاسندنج اورطة ده ليه ثلاثه كومبوننت مهمين. اول جزء واحد تحت خالص اسمه انيولس، اسمه اورتيك انيولس، الانيولس بتاعت الاورطة اللي هي بيبقى عند الليفل بتاع الفالف بتاع الاورتيك فالف، خلاص؟ اللي بيبقى ماسك فيه الفالف او الكاس بتاعت الاورتيك ايه؟ الاورتيك فالف. بعد كده في حته شويه دايريتد كده بيطلع منها الكورونري ساينس بيسموها اورتيك ساينس اوف فالزالف او ساينس اوف فالزالف، حته بتبقى واسعه كده شويه يسموها اللي بيطلع منها الكورونري ساينس بيسموها اورتيك ساينس اوف فالزالف. بعد كده كونستريكشن مع اللي هو الالتقاء ما بين الاورتوكروت وبقيه الاسندنج اورطه، الكونستريكشن ده بيسموه ساينو تيوبيلر جانكشن، اسمه ساينو تيوبيلر جانكشن. هي الحاجات دي ليها مقاسات المفروض تتقاس قبل ما يعمل اي عمليه في الاورتيك فالف، لازم نقيس المقاسات دي. فده الاسندنج اورطة بدايته عند الاورتيك فالف ونهايته عند بدايه الارش اوف الاورطة عند الليفل بتاع ستيرنو مانوبريال انجل حوالي تي 4. بدايته اسمها اورتوكروت. الاورتوكروت دي ثلاثه كومبوننت، حاجه اول حاجه اورتيك انيولس، بعد كده الدايريت ده اسمه ساينس اوف فالزالفا، بعد كده الكونستريكشن ده اسمه ايه؟ اسمه ساينو تيوبيلر جانكشن. الاسندنج اورطة المفروض لا يتعدى كم سنتي؟ 4 سنتي. لو عدى 4 سم يبقى it is an ectatic، لو اكتر من 5 it is an aneurysmal dilatation. طيب في الاكسيال ايمجز انا اقدر اشوف في الاسندنج اورطة زي ما احنا عارفين، احنا بنشوف في الشيست في الميدل ميدياستاينم بتاعنا الاسندنج اورطة عند الليفل بتاع استرنومنوبيا انجل اللي هو الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع كل حاجه ده، الاقي ان قدام ده باسمه اسندنج اورطة بيبقى just to the right side of the pulmonary trunk او من pulmonary trunk و to the left side to the superior to the superior vena cava. ف this is the ascending aorta. لما نيجي ننزل لتحت نقدر نشوف الاورتيك روت عند بدايات تطلع الكورونري ارتريز، ده الحته دي يسموها ساينس اوف فالزالفا اللي هو الجزء من الاورتيك روت اللي ليه علاقه او اللي بيطلع البرانشات او الكورونري ارتريز ده الكورونري ارتريز ده الرايت كورونري ارتريز زي ما كنا خدنا المره اللي فاتت. فالليفل ده بيسموه ايه؟ ساينس اوف فالزالفا.
لو نزلت لغايه لما لقيت الكاسب بتاعت الايه بتاعت الاورطه، يبقى جزء ده من الاورطه اسمه ايه؟ اسمه اورتيك ايه؟ اورتيك انيولس. المهم سواء ده او ده، ده اجزاء من الاورتيك ايه؟ اورتيك روت. لو نطلع فوق كده يبقى ذيس از ان اورتيك اسندنج اورطه بروبر يعني. وزي ما قلنا المقاس بتاع ده المفروض ده يتعدى الاربعه ايه؟ الاربعه سنتي. حقيقه في الانجيو بنقدر نعمل 3 دي، نقدر نعمل منه ويب ونعمل منه 3 دي ريكونستراكشن. والحقيقه الانجيوجرافي 3 دي في غايه الاهميه. ما ينفعش تكتب فيلم انجيوجرافي من غير ما تبص على 3 دي. تقدر تشوف كل الاجزاء بتاعت الاورطه من اول ما بدا من الاورتيك روت لغايه الايه بدايه الاورتيك ارش. تقدر تشوف الاسندنج اورطه، وتقدر تشوف الحتات دايليتد دي اللي هي سموها اللي هي مكان الاورجن بتاع الايه بتاع الكوروناري ارتك اللي بيسموه ساينس اوف الزلفا. الكونستريكشن اللي بعدها اللي هو سموه ساين فيبر جانكشن، الكونستريكشن اللي قبليها اللي هو اورتيك انيلس، وتقول ان ذيس از اورتيك روت وده الاسندنج اورطه. وتقدر تشوف المقاسات بتاعته كويس اذا كان في انيوريزم ولا لا. فدي 3 دي واهميه 3 دي في الانجيوجرافي. الجزء الثاني من الثراسيك اورطا اللي هو اورتيك ارش. الاورتيك ارش هو بدايته من نهايه الاسندنج اورطا اللي هي عند الاستنو مانوبيرن جانكشن اللي عند الليفل بتاع تي 4، ونهايته كمان عند الليفل بتاع تي 4 لان هو في الاخر بيمشي بالعرض. عند اللور بوردر شويه بتاع تي 4 مش هتفرق، بس هو برده عند الليفت ليفل لان في الاخر هو بيبقى ايه؟ بيبقى ماشي بالعرض، بيبقى عند نفس الليفل تقريبا. طيب الاورتيك ارش ده بيبقى عامل زي الارش كده، وبيبقى ليه برانشات مهمه. اول بيبقى ليه ثلاثه برانشات. اول برانش بيطلعه هو البريك كيفاليك ارتري اللي بيطلع يتقسم ليه رايت كومن كاروتد ورايت سبكليفيان، وبعد كده ثاني برانش اللي هو اسمه ليفت كومن كاروتد، واخر برانش هو اسمه الليفت سبكليفيان. الثلاث برانشات دولت ار ميجر برانشز ومن اهم البرانشات بتاعت الاسندنج اورت. يبقى بتاعت الارش اوف ذا اورت، يبقى الارش اوف ذا اورتا ليه ثلاثه برانشز مهمين، ليه بريك كيفاليك ارتري، ليه كمان الليفت كومن كاروتد، وليه ليفت سبكليفيان. بدايته ونهايته عند نفس الليفل تقريبا، عند الليفل بتاع تي 4، بينتهي بتكملته ب ديسندنج ايه؟ ديسندنج ثراسيك اورت. الاورتيك ارش بيبقى اللي في الايمجينج معروف ان هو بيبقى حاجه شبه كده. صبر كده، شكرا. بيبقى ستراكشرز كده موجود along the right side of the trachea، along the left side of the trachea. هو غالبا بيبقى ليفت سايد خلاص. فديس از الونج ذا ليفت سايد اوف ذا تراكيا، شبه الموز زي ما الناس بتقول خلاص. بيبقى الونج ذا ليفت سايد اوف ذا تراكيا خلاص. فالستراكشر ده ذيس از ذا اورتيك ارش ابطنج ذا ليفت سايد اوف ذا تراكيا، ذيس از ذا اورتيك ارش. الاورتيك ارش لما نيجي نطلع لفوق شويه، فوق شويه هنلاقي البرانشات بتاعته. البرانشات بتاعته بترصص رقم ثلاث دوائر كده مترصصين ورا بعض. اول واحد هو بريك كيفاليك، ثاني واحد هو الكومن كاروتيد ارتري، ليفت كومن كاروتيد ارتري، وبعد كده اخر واحد هو الليفت سب كليف. المهم الثلاث دوائر دول بيترصصوا فوق بعض في الليفل الاعلى شويه من الايه؟ من الليفل بتاع الاورتيك ايه؟ من الليفل بتاع الاورتيك ارش. ده ال 3 دي برضه، و 3 دي في غايه الاهميه. تقدر تشوف كل الاورتيك ارش براحته من اول ونهايته، وتقدر تشوف البرانشات بتاعته البريك كيفاليك والليفت كومن كاروتيد ارتري والليفت سب كليف. تقدر تشوف كل حاجه، وتقدر تشوف اذا كان فيها ستينوزس، في دايلاتيشن، في اوكلوجن، في انيوريزما دايلاتيشن، في اي حاجه تقدر تشوفهم كويس في 3 دي ايمجز. اما الديسندنج ثراسيك اورتا، وده اخر جزء من الثراسيك اورتا، وهو بدايته عند نهايه الاورتيك ارش عند الليفل بتاع تي 4، ونهايته عند تحت عند الايه عند الايه عند تي 12 عند الدايفرام، الليفل بتاع الدايفرام، عشان يكمل بيه ابدومينال ايه ابدومينال اورتا عند الليفل بتاع تي 12. الديسندنج اورتا معروف ان هو بيمشي في البوستيريور ميديا ساينم، والحقيقه ليه برانشات كتيره ولكن مش كتير، هم صغيرين جدا مش كلهم بنشوفهم. ممكن نشوف شويه اللي هم اهمهم هم البوستيريور انتركوستال ارتري، ولكن طبعا بيبقوا صغيرين وعاده ما بنشوفهمش. فبس هو الاغلب في دي برانشات كتيره، بس برانشات بتاعته بتبقى صغيره، واهمهم هو البوستيريور انتركوستال ايه؟ البوستيريور انتركوستال ارتري. بقدر اشوف الديسندنج اورتا من اول ما بدا على الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع بتاع الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع الكراينا بتاع اللي هو بيبقى فيه كل حاجه فيها بايفوركيتد دي خلاص. بس بيبقى موجود ان ذا بوستير ميديا ساينم، زي ما قلنا بوستير ميديا ساينم هو بيحتوي على غالبا بيحتوي على الديسندنج اورتا، بيحتوي على الاسوفيجاس، وممكن يطلع له كمان الازايس لو كنت فاكر. فدايما بيبقى موجود في البوستير ميديا ساينم ككومبوننت اساسي من كومبوننت بتاعت البوستير ميديا ساينم. بيبقى ماشي along the left side of the esophagus على طول، يبقى ماشي along the left side of the esophagus or through the ايه or through the posterior mediastinum. نمشي كده، هو المثال المحتل الايه posterior mediastinum من اول ما بدأ لغاية لما انتهى. عن نهايته هو عند لما بشوف الكرورة of the diaphragm، بعرف ان انا بدأت خلاص، بدأت اشوف ان هو بيخلص الديسندنج اورتا، يبدأ الايه بيبدأ الابدومينال ايه ابدومينال اورتا. طيب
ده انا اقدر اشوفه كويس جدا في 3 دي زي ما احنا شايفين، بدايته من اول هنا لغايه ما بعد ما انتهى البرانش اللي هو ليفت سب كليفيان ارتي كده. انا عرفت عند الليفل ده بدا الديسندنج ثوراسيك اورتا لغايه لما بدا البرانش ده اللي هو اللي هيبدا من شويه يعني هنتكلم عليه كمان شويه اللي هو السيليا ترانك، فهو ده بدايه الابدومينال اورتا عند الليفل بتاعتي 12 عند الليفل بتاع الدايفرام. فبعرف ان هو كده خلص الايه، خلص الديسندنج اورتا، بدا الايه، بدا الابدومينال ايه اورتا. ده الساجيتال اهو اقدر اشوفه كله ماشي ماشي زي ما احنا شايفين في البوستير ميديال ساينم من اول البرانش اللي هو او من اول برانش ده اللي هو ليفت سب كليفيان لغايه البرانش ده اللي هو يعتبر تقريبا ايه السيلياك، ايه السيلياك ترانك. فانا اقدر اقول ده لغايه هنا، لغايه من اول هنا لغايه ايه، من اول هنا لغايه هنا. تمام. طيب اما بالنسبه لي الابدومينال اورتا، الابدومينال اورتا عندي انا بتكلم كابدومينال اورتا، فهو بدايته من فين نهايته فين؟ الابدومينال اورتا بدايته من الليفل بتاع تي 12 عند الكرورة بتاع الدايفرام لغايه فين ككونتينيويشن من ديسندنج ثوراسيك اورتا لغايه لما ينتهي عند الاورتيك بايفركيشن بتاعته عند الليفل بتاع ال 4 بينتهي ب 2 كومن ايلياك ارتري زي ما احنا عارفين. الابدومينال اورتا بيبقى ماشي ان ذا ميد لاين قصاد الفرتبري على طول along ذا ليفت سايد اوف ذا اي في سي، الاي في سي دايما ماشي along its right side. فهو سن الابدومينال اورتا بيبقى ماشي anterior to the vertebrae قدام الفرتبري على طول و along the left side of the ايه along the left side of the اي في سي. طيب الابدومينال اورتا ليه برانشات؟ اه الحقيقه ليه برانشات، برانشات مهمه هما بيقسموها البيرد برانشز وسنتر او سنجل برانشز. من اهم السنجل برانشز اللي بيطلعوا غالبا من الانتيريور اسبكت بتاعه اول واحد هو السيلياك ترانك، وزي ما احنا عارفين ان السيلياك ترانك لما هنتكلم عليه كمان شويه بيتقسم لثلاثه برانشز هنتكلم عليهم كمان شويه بالتفصيل. المهم السيلياك ترانك ده بيطلع عند الليفل حوالي بتاع الليفل بتاعتي 12، عشان كده انا بقول لو بشوف السيلياك ترانك بعرف ان الابدومينال اورتا خلاص كده بدا، فهو حوالي عند الليفل هو مباشره اول ما يخش الابدومينال اورتا، اول ما يبدا الابدومينال اورتا يطلع الايه، يبدا يطلع السيلياك ترانك بيطلع من الليفل الاسفل. بعد كده بيطلع السبيرو ميزنتريك ارتري من الفنتري، من الفنتري الاسفل هنتكلم عليه بالتفصيل. السبيرو ميزنتريك ارتري كده طالع عشان يغذي الايه الانتستين والسمول باول واجزاء من اللارج باول. بعد كده يطلع من تحت خالص اسمه انفيرو ميزنتريك ايه، انفيرو ميزنتريك ارتري. السبيرو ميزنتريك ارتري بيطلع حوالي عند الليفل بتاع ال 1 والانفيرو ميزنتريك ارتري بيطلع حوالي عند الليفل بتاع ال 3، ده الانفيرو ميزنتريك ارتري. دول البرانشات الاساسيه اللي غالبا بتطلع سنجل وغالبا بيطلعوا من الايه، من الفنترال ايه فنتري اسفل. في برانشات ثانيه بس مش مهم. طيب اما البرانشات البيرد ومن اهم البرانشات البيرد اللي بيطلعها هو رينا ارتي. طبعا رينا ارتي بيطلع من السايد اوف ذا اورتا عند الليفل بتاع حوالي ال 2 جاست انفير تو ذا اوريجن اوف ذا سيفير ميزنتريك ارت. بعد ما الاوريجن بتاع السيفير ميزنتريك ارت يطلع على طول بلاقي الاوريجن بتاع الايه بتاع الرينا ارتري، ولكنهم بيطلعوا من السايد عند الليفل حوالي بتاع ال ايه ال 2 رايحين يغذوا كده. طبعا في برانشات تانيه منها صغيرين جدا من طالعين من ورا كده اسمهم لامبر ارتي شبه البوسيرو انتركوستال ارتري في الثراسيك اورتا، سيلين ثراسيك اورتا. برانشات صغيره جدا اسمهم ايه، اسمهم لامبر ايه، لامبر برانشز او لامبر ارتري. كمان ممكن يطلع الجونادال ارتريز اللي هم بيبقوا صغيرين كده برضو اثنين بيرد برانشز كده بيطلعوا ورايحين للتستكل او او الاوفريز على حسب ده كان ميل او فيميل، بس برضو دول صغيرين ومش عاده من ايه، مش عاده بنشوفهم. انما اهم حاجه في البيرد برانشز هم الايه، هم الرينال ارتريز. ده الديسندنج اورتا زي ما احنا عارفين بدا من الاول كور اوف ذا فريم، اول ما بلاقي الليفل بتاع السيليك ترانك ده ظهر اعرف ان هو ده بدايه الديسندنج ايه الابدومينال اورتا، ونهايته هو عند الليفل بتاع الاربعه عند لما يبدا يتقسم لاثنين برانشز اهم اللي هم الاثنين كومن ايلياك ارتريز. فاول ما بدا من هنا لغايه لما انتهى من هنا ده الابدومينال اورتا بتاعي من اول الكور اوف ذا فريم اهي وبدايه السيلياك ترانك لغايه الايه؟ لغايه الترمينيشن لما اتقسم لاثنين كومن ايلياك ارتري عند الليفل بتاع الاربعه. هو ثور ثرو من اول هنا لغايه، من اول هنا لغايه هنا كله ماشي قدام الفرتبري زي ما احنا شايفين قدام الفرتبري والونج ذا ليفت سايد اوف ستراكشر ذا از ذا اي في سي. فذيس از ذا اورتا او ذيس از ذا اي في سي، هو ماشي مباشره قدام الفرتبرال كولم او قدام الفرتبري جاست تو ذا ليفت سايد، هو في الميد لاين على طول جاست تو ذا ليفت سايد اوف ذا اي اوف ذا اي في سي. طيب تقدر تشوفه في 3 دي، طبعا اقدر اشوف ب 3 دي من اول بدايته ولغايه لما اتقسم للاثنين بايفوركيشنز بتاعي، واقدر اشوف البرانشات بتاعته اللي هو الاولاني طالعين دلوقتي اللي هو السيلياك ترانك وبعد كده السيفيرو ميزنتريك ارتري وبعد كده ده الانفيرو ميزنتريك ارتري، واقدر اشوف البرانشين اللي طالعين من الجنب دوت اللي هم الايه الرينال ارتري. 3 دي از فيري امبورتنت. طيب
اما برانشات المهمه بتاعه الابدومينال اورتا، اول واحد هو السيلياك ترانك. قلنا السيلياك ترانك طالع من الفنترال اسبكت اوف ذا ابدومينال اورتا عند الليفل بتاعه حوالي تي 12 فيرتبري. بيطلع السيلياك ترانك كده، اول ما بيطلع بيتقسم ليه ثلاثه برانشز مهمين. برانش رايح للسبلين اللي هو ده، لو بتكلم عن ده السيلياك ترانك، برانش رايح للسبلين اسمه سبلينيك ارتري، وبعد كده برانش رايح للليفر بيسموه الكومن هيباتيك ارتري، وبرانش رايح للستومك اسمه ليفت جاستريك ارتري. فانا عندي اهو ده البرانش اللي رايح للليفر ده اسمه كومن هيباتيك ارتري، والبرانش اللي رايح للسبلين ده اسمه ذا سبلينيك ارتري، والبرانش اللي هو بيمشي على الليسر كيرف اوف ذا ستومك اسمه ليفت جاستريك ارتري. الحقيقه اللي بيبانوا كويس هم السبلينيك والكومن هيباتيك. الليفت جاستريك ده ما بيبانش، يعني بيبان بس بيبان صغير جدا، محتاج فوليوم عشان تقدر ايه، عشان تقدر تطلعه. دي البرانشات بتاعت الايه، بتاعت السيلياك، ايه السيلياك ترانك، ليفت جاستريك، سبلينيك، وكومن هيباتيك ارتر. طبعا الاسئله دي اسئله مهمه جدا في الشفوي وفي التحريري، بيسالوا على برانشات السيلياك. اه طبعا في الشفوي، ما بقاش في الشفوي والله. كويس، ده كويس. طيب معلش على ايام ده كان في شكل. طيب السيليك ترانك تقدر تشوفه كويس في الاكزيال ايمجز على طول، اول ما بيطلع هو اول برانش طالع من الفنترال اسبكت عند الليفل بتاع الكرور عند الليفل بتاع تي 12. هو طالع من هنا، اول ما بيطلع من هنا يتقسم لاثنين، واحد رايح ناحيه السبلين ده اللي هو السبلينيك ارتري، واحد رايح ناحيه الليفر اسمه هيباتيك ارتري، والصغير اللي هو هيطلع لفوق ده الصغنطوط خالص ده اللي هو عباره عن الليفت ايه، الليفت جاستريك. ساعات ما بيبانش بس يعني اهو، يعني بيبان بس بيبقى غالبا صغير شويه، صغير في الحجم. اقدر اشوفهم كويس جدا في البرانشات اللي طالعه من الفنترال اسبكت، بتشوفها كويس في السجده بصراحه. اي برانش طالع من الفنترال اسبكت بتعرف تشوفه كويس في السجده، تقدر تشوف ان ذيس از ذا ابدومينال اورتا، والبرانش اللي طالع كده على طول اول واحد برانش طالع لفوق هو ده السيلياك ايه، سيلياك ترانك، تحتيه كمان شويه نتكلم عليه هو الايه، سوبر مسنتريك ايه ارت. بس في السجده بتقدر تشوفه كويس جدا في طلعته، يعني في السجده الايه، السجده الايه. الثري دي تقدر تشوفه زي ما احنا شايفين كده، تقدر تشوف ذيس از ذا سيليك ترانك، تقدر تشوف البرانش اللي طالع كده اللي رايح ناحيه السبلين اللي هو السبلينيك، تروح تشوف البرانش اللي ماشي كده اللي هو عباره عن كومن ايه، كومن هيباتيك. ولو ميلته شويه اوبليك شويه، طبعا الثري دي اقدر اعمله اجيبه في اي زاويه، اوبليك طالع يمين شويه شمال شويه، اقدر اشوفه في اي حته، اقدر اقلبه زي ما انا عايز. وما بقاش ده لاترال ده شويه اوبليك، تقدر تشوف السيليك ترانك وطلعته والقسمه بتاعته الاثنين برانشز المشهورين السبلينيك والايه والكومن هيباتيك. طبعا ليفت جاستريك ممكن يبان، ممكن ايه، ممكن ما يبانش. تاني برانش هو سوبيريو ميزنتريك ارت. سوبيريو ميزنتريك ارت ده تاني برانش بيطلع من الايه، من الابدومينال اورت. والحقيقه سوبيريو ميزنتريك ارت هو اعظم برانش عشان يغذي الايه، يغذي الباول بتاعنا. طيب السوبيريو ميزنتريك ارت اللي بيطلع عند الليفل زي ما قلنا عند الليفل بتاع L1 بيبقى غالبا ورا البنكرياس، ويفضل ماشي كده 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 الونج ده تو دايركتد توورد ده، ماشي ناحيه الايه، ناحيه اليمين، بيبقى دايما دايركت توورد ذا ايه، توورد ذا رايت سايد. ليه برانشات، الحقيقه ليه برانشات مهمه جدا ولازم و... لا خلاص ما فيش شفوي، بتتسال ممكن تسال في النص. طيب ايه برانشاته؟ برانش اول ما بيطلع كده اسمه انفيرو بانكرياتيك ديدون الارض، والانفيرو بانكرياتيك ديدون الارض ده برانش بيطلع وده صغير بيطلع عشان يانستموز مع برانش اسمه ايه، سوبير بانكرياتيك ديدون الارتري. والبرانش ده جاي من البرانشات بتاعت الجست ديدون الارض اللي هو بتاع واحد من البرانشات الايه، كومن هيباتيك ارض. اما تاني برانش اللي هو بيطلع مباشره على طول اسمه ميدل هيباتيك ارت. الميدل هيباتيك ارت ده رايح يسبلاي غالبا الترانسفيرس كولون، وبعد كده وهو ماشي يدي برانش رايح ناحيه الاسندنج كولون او الرايت كولون بيسموه رايت كوليك ايه، رايت كوليك ارت. بعد كده يدي برانشات اخر برانش بيطلعوا اسمه اليو كوليك، ده يسبلاي الاليوم وجزء من السيكم وانستوموسيس مع الايه، مع الاصل بتاعه اللي هو إيه، الاصل بتاع الايه، السوبير ميزنتريك ارت. يبقى برانشات السوبير ميزنتريك ارتري، واحد اسمه انفير بانكرياتيك ديودينال، واحد تاني اسمه ميدل كوليك اللي هو يسبلاي الميدل كولون اللي هو ترانزفيرس كولون، واحد اسمه رايت كوليك اللي هو يسبلاي رايت كولون، واحد اسمه اليو كوليك عشان بيسبلاي اجزاء من الكولون وبيسبلاي الترمينال ايه، اجزاء من الترمينال ايه، الترمينال ايه. طيب السبير مزدريك ارت زي ما احنا شايفين بيطلع كده عند الليفل بتاع L1 اهو، ويبدا يدايركت توورد ده، يفضل ماشي كده لغايه لما يروح للايه، للرايت سايد بتاع الابدومن ناحيه الايه، ناحيه الترمينال ايليوم والسيكا. اقدر اشوف طلعته كويس جدا في الساجيتال ام زي ما احنا شايفين، والطلعه بتاعته بتبقى مميزه ان دايما بتبقى ليها شويه كده زي ايه، زي انجل كده او زي كير كده، اه بالظبط كوبري، اه زي كوبري ماشي.
بيبقى ليه فعلا، بيبقى يعني في مسافة ما بينه وما بين الايه؟ بيحشر فيها الايه يعني. بيبقى ماشي فيها هنا الرينال، بالظبط الرينال فين. المسافة دي لو قلت او الانجل دي لو قلت بيبدأ يضغط على الرينال فين ويبدأ يعمل حاجة اسمها نادكراكر، ايه نادكراكر سندروم او سيبيرو مزدريك ارتري سندروم. الرينال فين وبرضه بيبقى بالثيرد بارت بتاعتي، الثيرد بارت بتاعتي لو ضغط عليه ممكن يعمل اوبستراكشن. نضغط على الرينال فين، لو ضغط على الرينال فين يعمل نادكراكر سندروم، ممكن يضغط على الجونادال فيسل في الفيميل تعمل حاجة زي البلبيك كونجست سندروم، وفي الميل ممكن يعمل فاريكوسيت. ماشي طيب، ده زي ما احنا شايفين السيشتر او الاوبليك ده بتاع ال 3 دي، اقدر اشوف اللي طلعته كويس جدا واقدر اشوف سيبيرو مزدريك ارتري. البرانشات بتاعته ما بتبانش قوي، البرانشات اللي هي ديستال برانشز دول ما بقدرش اشوفهم قوي يعني. لو عايزين نشوفهم كويس بالتفصيل فبيبقى غالبا بنعمل سيلكتيف انجيوجرافي يعني دايركت ايه كونفشنال انجيوجرافي، هو ده يقدر يبين الايه، يقدر يبين سيبيرو مزدريك ارتري وبرانشات. اخر برانش بيطلع من الفنترال اسبكت هو الانفيرو مزدريك ارتري، والانفيرو مزيد ارتري بيطلع عند الليفل بتاع ال 3 حوالي الليفل بتاع ال 3 ويمشي ناحيه الشمال، والانفيرو مزيد ارتري كده يفضل ماشي كده 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 لغايه لما يخلص عند الريكتم بحاجه اسمها سبير ريكتال، ايه سبير ريكتال ارتري كان هي بتاعته. الانفيرو مزيد ارتري ده ليه برانشات، ليه برانشات ليفت كوليك ريسبلاي ليفت كولون ويدي سيجمويدال برانشز ويبتدي كايه سبيريور ريكتال، ايه سبير ريكتال ارتري. خلي بالك ان في بعد كده برانشات اللي هو ميدل ريكتال والانفيرو ريكتال دول طالعين من ايه؟ من الانترنال بيلندر بتاع الايه او من الايه انترنال ايديك ارت، مش مهم. المهم الانفيرم زنتريك ارتري، الانفيرم زنتريك ارتري وهو طالع من عند الليفل بتاع ال 3 يدي ليفت كولد اسمه ليفت كولد ويدي السيجمويد سيجمويد الارتر وينتهي كسبير ريكتر يدي بارت ابر بارت بتاع ايه بتاع الريكتر. الابر بارت بتاع الريكتم بانستوموسيس مع برانشز تانيين طالعين من برانشات من برانش تاني اللي هو الانترنال ايديك ارت، مش قصتنا دلوقتي خلاص. اسمه سبير ريكتال ارتري، هو بيتي كسبير ريكتال ايه سبير ريكتال ارتري. في مثلا ارتري صغير، ارتري صغير متوقعينش ان هي يبقى ارتري كبير، ارتري صغير تقدر تشوفيه اهو طالع من الفنترال اسبكت كده ورايح ناحيه الايه ناحيه الايه ناحيه الشمال خلاص. اسمه البرانش الصغير خلاص اللي هو البرانش الصغير ده خلاص طالع كده 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 انت كايه انت كسبير ريكتال ايه سبير ريكتال ارتري. This is the inferior mesenteric end, then inferior mesenteric, inferior mesenteric artery. اخر واحد بقى من اخر الدرجات المهمين واخر حاجه في المحاضره هو الرينال، ايه الرينال ارتر. الرينال ارتر ده بيطلع منين؟ بالليفل بتاع ال2 فيرتبري، عند الليفل بتاع ال2 فيرتبري بيطلع من السايز اوف ذا ايه اوف ذا ابدومينال اورتا. الحقيقه طلعته دايما بتطلع بيبقى تحت على طول سبيب زيتريك ارتر، وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها في الدوبلر عشان تشوف فين الرينال ارتر الاورجن بتاعه. دور على الارتري بتاع سبيب زيتريك ارتر مباشره تحتيه هتلاقي الاورجن بتاع الرينال ايه الرينال ارتر، بيطلع من السايز بتاع الايه من الرينال اي ارتري. الرينال ارتري بيطلع دايركتد توورد ذا كيدني ويطلع لحد ما يوصل للرينال ارتري للرينال هايلم ويتقسم ليه سيجمنتال برانشز، وبعد كده يتقسم ليه ارك ويت برانشز وحاجات بارينكمال برانشز جوه الايه جوه الرينال بارينكمال ذات نفسها خلاص. طيب يتقسم للانترلوبر وبعد كده يتقسم لارك ويت برانشز سيجمنتال وبعد كده انترلوبر وبعد كده ارك ويت ايه ارك ويت برانشز، ما علينا يعني. المهم فده الايه ده الرينال ارتري. الرينال ارتري ليه فاريانت مهمين جدا ولازم تكوني عارفاه. الرينال ارتري فاريانت بيطلع ان ممكن يطلع برانشز بدري قوي قبل ما يوصل للرينال الهايلر. البرانشز اللي طالعه دي بيسموها بري هايلر برانشز، بيسموها بري هايلر او ايرلي ايه او ايرلي برانش. قالوا انت قول ان ذيس از ان ايرلي برانشنج، قال لك والله لو انت بتتكلم في 2 سم من الاورجن بتاع الرينال ارتري على الناحيه الشمال، لو هنا بتكلم على 2 سم هنا يبقى طلعت من وزين 2 سم يبقى اقول ده ايرلي برانش، لو بعد كده ما بقولش عليه ايرلي برانش او بري هايلر. او لو على الناحيه اليمين يبقى لو انت شايفه هو الرينال الرايت رينال ارتري بيمشي تحت او ورا الاي بي سي، لو الجزء اللي هو اللي ورا الاي بي سي هو ده اللي طلع الايرلي برانشنج او طلع برانش يبقى ده يسموه ايرلي برانشنج او بري هايلر ايه بري هايلر برانش. يبقى انا امتى اقول بري هايلر؟ لو طالع من الناحيه الشمال 2 سم من الاوريجن، او لو بطلع بتكلم على الليفت سايد يبقى او على الرايت سايد يبقى الجزء اللي هو بيبقى ماشي ورا الايه ورا الاي بي سي ده اقول عليه ايرلي برانشنج او بيسموه بري هايلر ايه بري هايلر برانش. طيب في برانش ممكن يطلع زياده من اللي سبلاي الرينا اللي يسموه اكسسوري، ممكن يكون واحد اثنين ممكن يكون مالتيبل ايا كان، ف
فممكن تلاقي في اكسسورينال ارتري، ودول برضو كتير قوي بنشوفهم، انك تلاقي في المين ارتري وواحد تاني بيبقى اصغر شويه عاده ويسبلاي الكدني، يسموه اكسسورينال ارتري. اخر واحد هو الارتري الاكسسوري ده لو دخل في البول يسموه بولر ارتري او ابيرنت ارتري. يعني لو الاكسسوري العدد الاكسسوري بيخش في رينال هايدر، لو الاكسسوري ده دخل ثرو ذا بول اوف ذا رينال كدني يبقى دي، او ثرو ذا كدني يعني بول، واحده من البول ابر لو بولر او اللي هو لور يسموه بولر ارتري، او بيسموه ابيرنت ايه ابيرنت ايه ابيرنت ارتري رينال ارتري. خلاص this is the variation. variation دي مهمة عشان خاطر بالذات الناس اللي بيزرعوا لازم تقول لهم قبل الزرع ايه البرانشات او ايه الفاريشن. اقدر اشوف الرينال ارتري زي ما قلت على الليفل بتاع الاثنين طالعين من السايد اوف ذا، من الجوانب بتاعت الاورطة مش من الفنترال اسبت، طالعين من السايد اوف ذا اورطة، وكل واحد رايح ناحية الايه الابس لاترال كدني زي ما احنا شايفين، طالعين من الكدني هنا طالعين من السايد ده والسايد ده رايحين تو سبلاي ذا ايه سبلاي ذا كدني. اقدر اشوفه كويس جدا في ال 3 دي بتاعنا، هو اللي طالعين من السايد رايحين للكدني، اللي طالعين من السايد رايحين للكدني اقدر اشوفهم كويس. ده انا اقدر اقول عليه اير برانشنج ولا لا، مش لازم اشوفه هو الجزء ده، لو هو الجزء ده اللي ورا الاي بي سي يبقى ذيس از ذا اير برانشنج، لو هو على الناحيه الشمال يبقى هقيس المسافه ما بينه وبين الاورجن اوف ذا اورتا، لو لقيتهم within 2 سم يبقى ذيس از اير برانشنج، بانجل 2 سم انا ما بقولش عليه اير برانشنج ولا بري هاي. خلاص كده انا خلصت. المره الجايه اخر حاجه في البتاع اللي هو الابر لمب واللور لمب الجوب ماشي. اه مرة دي أحد في المسكين.